قبل أن يعني نبدأ الحديث معهم سوف يعني أذكر شيئا من هذا اليوم إضافة إلى بعض ما كتب عن الماركسية. أعلن اليوم العالمي للفلسفة بالإنجليزي World Philosophy Day من قبل اليونسكو، ويحتفل به كل ثلاثة من يوم خميس من شهر نوفمبر. تم الاحتفال به لأول مرة في 21 نوفمبر عام 2002 خلال الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة في كل عام، وفي يوم الخميس الثالث من نوفمبر تؤكد اليونسكو القيمة الدائمة للفلسفة للتطور الفكر البشري لكل ثقافة ولكل فرد. اليونسكو كانت دائما مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفلسفة، وليس الفلسفة التأملية والمعيارية، بل الفلسفة التي تمكننا من إعطاء معنى للحياة والعمل في السياق الدولي. فيما يتصل بالماركسية اللينينية، حاول أقرأ عليكم بعض من إصدارات مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي لمجلد النهج عدد 49 الصادرة في عام 1998. الكاتب قدم بحث اللي هو إبراهيم البدراوي. منذ أن صاغ ماركس وإنجلز البيان الشيوعي عام 1848 في خضم العواصم الثورية التي شهدتها أوروبا، والتي واجهت البرجوازية الفرنسية بمذابح هائلة ضد عمال باريس عام 1848، بدأت الماركسية عبر صراع فكري عنيد في الانتقال من كونها مجرد تيار من تيارات الاشتراكية العديدة لتصبح في المذهب الاشتراكي السائد، واستمرت في الصعود حتى كومونت باريس عام 1871، حيث تمت ولادة حزبين بروتاريين هما الأممية الأولى عام 1864 إلى 1872 والاشتراكية الديمقراطية الألمانية. مثلت هزيمة كومونة باريس نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة اتسمت بقدرة هائلة من التطور المتناقض، وشهدت انعطافات حادة أثرت بعمق في التطور اللاحق للحركة العمالية. تميزت هذه المرحلة بالطابع السلمي من التطور، وأخذت الرأسمالية تتوطد في العديد من بلدان أوروبا وشمال أمريكا، كما بدأت تتحول رأسمالية المنافسة إلى الإمبريالية ما بين قوسين الاحتكار والتوسع الاستعماري، الذي أسهم في طريق نزع ثروات المستعمرات في تخفيف حدة الصراع الطبقي وظهور الاستقراطية العمالية خاصة في بريطانيا. عرض مختصر إلى المسائل، طالما نحن في صدد الماركسية، عرض مختصر للمسائل الرئيسية في مكونات الماركسية. تشكل كما هو معروف وجميعكم هنا يعلم ويعرف الأسس التي تقوم عليها الماركسية، تشكل الماركسية ثلاث مكونات، هي الفلسفة والاقتصاد السياسي والاشتراكية العلمية أو الشيوعية العلمية. ألف، وفلسفة الماركسية تنطلق من المادية، وقد شهد تاريخ الفلسفة منذ نشأتها صراعا ضاريا بين المادية والمثالية، وبالرغم كل تلاوين فقد تبلور تيارين هما المادية والمثالية، يعكس كل منهما رؤية مختلفة للعالم. كانت المادية على الدوام هي التي تعبر عن التقدم، بينما كانت المثالية على الدوام هي التي تشكل الموقف الفلسفي للقوة الرجعية المعادية للتقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ولكن مادية ماركس أغنت بمكتسبات الفلسفة الكلاسيكية الألمانية، وخصوصا جدل هيجل ومادية فورباخ، وصاغ المادية الجدلية وطور ماركس المادية الجدلية ووسع نطاقها من معرفة الطبيعة إلى معرفة المجتمع، وصاغ بالتالي المادية التاريخية. وبعدين اللي هو با وجيم كما تعرفون، اللي هو اكتشاف ماركس للنظام الاقتصادي، يعني هذا مواصلة إلى موضوع يطول، ولكن نحاول نختصر بقدر ما نقدر حتى نعطي المجال إلى الكتاب يعني في هذا الجانب. بس ودي هنا، استنتج ماركس أن النضال الطبقي هو الوسيلة لخلق عالم جديد، فالنضال الطبقي يعكس مصالح الطبقات المختلفة
التي تتورى وراء التعابير تتوارى وراء التعابير والبيانات والوعود الأخلاقية والسياسية والاجتماعية الآخر التي تستخدمها الطبقات الاستغلالية لخداع الجماهير. ولذلك فإن السبيل للخلاص يتمثل في تثقيف وتنظيم القوة التي يمكنها بحكم وضعها الاجتماعي لكي تحول إلى قوة قادرة على خلق العالم الجديد. ولذلك فإن جوهر الاشتراكية العلمية هو النضال الطبقي الذي يستهدف انتصار الثورة الاشتراكية ومعرفة استراتيجية وتكتيك هذا النضال وصولا للانتصار الثورة التي يبغي أن تعد لها الطبقة المنوط بها التغيير بواسطة تنظيمها الحزب الثوري ما بين قوسين الحزب الشيوعي. وكما تعرفون أن لينين هو الذي طور الماركسية، يعني يغضب البعض من الماركسيين من وضع اسم لينين بجوار اسم ماركس ويذهبون إلى أبعد المحاولات إثبات أن اللينينية هي تجربة روسية صرفة لم تحتوي على أحكام عامة، بل يذهب بعضهم إلى أنها كانت خطية تاريخية يجب نسياها بالكامل ومؤدى ذلك هو إلغاء اللينينية وشطبها من الفكر الثوري. ولكن ودنا نوضح هذه، أختم بهذه المقولة. ماذا فعل لينين؟ لقد قام لينين بتطوير الماركسية تطويرا هائلا وقدم إجابات على التساؤلات التي طرحتها الحياة، ولم يكتفي فقط بالدفاع عنها بل أكمل ما توصل إليه ماركس وإنجلس في ميادين الفلسفة والاقتصاد الشيوعي الاقتصاد السياسي والشيوعية العلمية. في أخطر من عطف واجهت الماركسية سوى نتيجة التطورات والاكتشافات الهائلة في ميدان العلوم الطبيعية أو التطورات التي لحقت بالرأسمالية أو تلك التي نتجت عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية وخصوصا بعد هزيمة الثورة الروسية عام 1905-1906. إلى هنا أكتفي بهذا وأعطي المجال إلى الكاتب الواعد الشاب هشام عقيل فليتفضل بما لديه. الأخوة والأخوات مساء الخير. أود أن أتوجه بالشكر إلى جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وللدكتور حسن مدن لإتاحة هذه الفرصة لانطلاقة مختبر الفلسفة والفكر النقدي. هذا المختبر الذي يضم مجموعة من الشباب الذين ظلوا أوفياء للفلسفة والفكر منذ أكثر من عام عبر عقد جلسات شهرية نتحدث فيها حول موضوعات فلسفية وفكرية مختلفة. يذكرني ذلك كثيرا بعبارة وردت في مسرحية شكسبير هاملت: إننا في زمن مضطرب معوج out of joint. الاعوجاج هنا يأتي بمعنى الانخلاء، بالضبط بمعنى أن الزمان مخلوع، نحن مخلوعين أيضا. ربما لفايرباخ عبارة أقوى حين قال أن ثورات 1848 تنقصها أوتس أون زايتزن، أي تنقصها حس المكان والزمان. فالشباب والفلسفة أمران قلما يتوافقان، أمران يخرجان عن حس المكان والزمان، أو قل مخلوعان عن حس المكان والزمان، لكن هذه الأمور تحدث. ومن هنا أدعوكم لدعم جهود مختبر الفلسفة والفكر النقدي عبر مشاركتكم لجلساتنا الشهرية المفتوحة والتي تعقد هنا برعاية المنبر التقدمي لثراء النقاش الذي نحتاج إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى. موضوعنا مساء اليوم أيها الأخوة والأخوات لم يمسسه أحد منذ زمن طويل في البحرين، الماركسية والفلسفة. ماذا قد يعني هذا العنوان؟ الفلسفة الماركسية؟ أم الماركسية في الفلسفة؟ أم الفلسفة حتى لو كانت متسترة في الماركسية؟ أم كل ما ذكر في آن واحد؟ قيل لنا أن الماركسية قد ماتت، إن نظريات ماركس خارجة عن أوانها، إن نظرية القيمة الزائدة هي محض وهم، وأن الصراع الطبقي لا وجود له، وأن عالمنا اليوم هو عالم عابر للطبقات وعابر للأيديولوجيات، وأنه نهاية التاريخ. ولا، ليس أعداء الماركسية هم وحدهم من يقول ذلك. بلا شك هناك جزء كبير من الماركسية قد مات، لكن هذا الموت
لا يقر سوى على مادية الماركسية، فإن ما أثبت فشله هو في الحقيقة انتهازية الأحزاب الشيوعية، الجانب المثالي من فكر ماركس ككل، الستالينية، المادية الديالكتيكية إلى آخره. إن كان هذا الجزء الكبير من الماركسية قد مات، فإن هذا لا يعني أن الجزء الباقي موجود بشكل مطور ونهائي، بل يجب العمل عليه لإنتاجه جديدا كفكر ماركسي خلاق. إن موت الماركسية هو ظرف وشرط انتعاشها وانبعاثها. هذا ما يسميه الصينيون القدامى الحدث الأبيض السعيد، حيث الموت نفسه يستحق الاحتفال. لن نخطأ إذا قلنا إن تاريخ الماركسية كله قائم على تحديد الطبيعة المعرفية لها، فمن جانب هناك تأكيد مطلق على علميتها، أي بوصفها مذهبا علميا صرفا، ومن جانب آخر هناك تأكيد يرافق التأكيد الأول، إن الماركسية علمية لكنها تحتاج أيضا إلى فلسفة مادية. وعلى ذلك يمكننا على الأقل تحديد اتجاهين يحددان هذه الطبيعة المعرفية. الاتجاه الأول إن الماركسية علم فقط، مادية تاريخية، وإنها انقطعت كليا عن الأشكال الفلسفية السابقة التي كانت تتحدث عن مثل الموضوع لكن بشكل فلسفي. بذلك المادية التاريخية ترد إلى المادية الديالكتيكية، ويكون التاريخ هو تعبير عن تطور ديالكتيكي، ويجد هذا الاتجاه دعم أساسا من مؤلف ماركس وإنجلز الذي لم ينشرا في حياتهما، الأيديولوجيا الألمانية. ففي الأيديولوجيا الألمانية نقرأ أن جوهر المفهوم للتاريخ، أن جوهر مفهوم المادي للتاريخ هو، أقتبس، أن تستخرج الملاحظة التجريبية تجريبيا في كل لحظة منفصلة ترابط البنية الاجتماعية والسياسية بالإنتاج من دون أي ترخيص، ينتهي الاقتباس. هنا الفلسفة كالدين تصبح مجرد أيديولوجيا بالنسبة إلى ماركس، ووهم أي تلغيز. بذلك للحصول على مفهوم مادي حقيقي لابد من التخلص من كل التلغيزات في مقابل النظر إلى الواقع كما هو تجريبيا من دون أي إضافات خارجية. هذا ما كرره إنجلز أيضا. الاتجاه الثاني إن الماركسية هي فلسفة فقط، الديالكتيك المادي أو فلسفة البراكسس، فإن العلوم تمثل السيطرة الطبقية البرجوازية التي تمثلها أساساً الفلسفة الوضعية التي تخضع العالم والتاريخ والطبيعة إلى قوانين علمية صارمة من دون أي دور للوعي في تشكيل التاريخ. فإذا كانت العلوم تشكل جزءاً من الهيمنة الطبقية، فإنه لا يمكن لمذهباً ثوري مثل الماركسية أن يكون علماً. بذلك لابد عليها أن تكون مذهباً يقف ضد الوضعية، أي مذهباً فلسفياً بالضبط. ويجد هذا الاتجاه دعمه أيضاً من أحد أهم مؤلفات ماركس التي لم ينشرها إلا إنجلز بعد موته، أطروحات حال فويرباخ. أقتبس، إن عيب كل الماديات الموجودة إلى يومنا هذا من ضمنها مادية فويرباخ هو أن الواقع، العالم الملموس، تم فهمه فقط على شكل الموضوع أو التأمل، لكن ليس كنشاط إنساني ملموس بوصفه ممارسة، ليس كذاتية. ومن ثم هناك هذا الإعلان الشهير، اكتفى الفلاسفة بتفسير العالم بطرق شتى بينما المطلوب هو تغييره. إذا كانت الماركسية واضحة المعالم في حقيقتها الإبستيمولوجية، فإن فلسفتها غير واضحة. من الواضح يمكننا أن نجد ملامحها في مؤلفات ماركس مثل رأس المال، كما يمكننا أن نجدها عند سجالات إنجلز الفلسفية، أو أيضا في مؤلفات لينين مثل المادية والنقد التجريبي ودفاتره الفلسفية. لكننا لا نجد تعريفا واحدا لما يمكن أن تكون عليه هذه الفلسفة. بقي ماركس ولينين صامتين حول هذا الأمر، وبقيت هذه الفلسفة مبهمة. هذه الفلسفة بقيت متسترة لفترة طويلة جدا. لنلقي نظرة على تشكل هذا الصمت عبر نظرة تاريخية سريعة لمؤلفات ماركس. فلدينا مؤلفاته ما قبل ما يسميه التسير، انقطاعه الابستيمولوجي قبل 1845، أي المؤلفات الفلسفية المثالية ذات الصبغة الهيجلية والفويرباخية، مثل نقد فلسفة هيجل في الحق 1843، والمخطوطات الاقتصادية والفلسفية 1844،
وحول المسألة اليهودية 1844. بعد ذلك مؤلفات ماركس التي تمثل الانقطاع المعرفي نفسه في 1845، أي المؤلفات التي تم فيها الإعلان عن الانقطاع عن الفويرباخية والهيجلية. لكن دون أن يعني ذلك أن الانقطاع قد تم بشكل مطلق، وهي مؤلفات مثل أطروحات حول فويرباخ والأيديولوجيا الألمانية. الآن نجد أنفسنا عن مؤلفات ماركس ما بعد الانقطاع المعرفي، ما بعد 1845، إنها مؤلفات لا تتحدث عن الفلسفة إطلاقا ولا تبدي رأيا حولها، بل همها الوحيد هو إنتاج المادية التاريخية، أي علم التاريخ. إنها مؤلفات تجد ذروتها في عمل ماركس الضخم رأس المال، لكن للأسف لم يتخلص هذا المؤلف من المثالية كليا، وينتهي بملحوظات حول فاغنر التي فيها تصل القطيعة المعرفية إلى ذروتها. هذه المؤلفات هي بؤس الفلسفة، والعمل المأجور رأس المال، والبيان الشيوعي، والصراع الطبقي في فرنسا، والبرومير 18 للوي بونابارت، والجرونديزا، والمساهمة في نقل الاقتصاد السياسي، ورأس المال، والحرب الأهلية في فرنسا، ونقد برنامج جوتا، وملاحظات حول فاغنر. تعمدت أن أذكر هذه القائمة الطويلة التي نلاحظ فيها أن كل هذه المؤلفات ليست فلسفية بطبعها ولا تتناول الفلسفة إطلاقاً. ابتعد ماركس عن الفلسفة من بعد 1845 رغم أنها كانت تخصصه الأصلي، لكن منذ العام 1877 نجد في مؤلفات إنجلز مؤلفات ذات طبيعة فلسفية مثل ضد دورينج 1877، وحول الديالكتيك 1878، والاشتراكية العلمية والطباوية 1880، وديالكتيك الطبيعة 1883، ولودفيغ فويرباخ ونهاية الفلسفة الألمانية الكلاسيكية 1886. هناك صمت طويل يفصل ما بين أطروحات فويرباخ حول فويرباخ وضد دورينج. نحن نتحدث عن 30 سنة من الصمت حول الفلسفة، حول الديالكتيك، حول نظرية المعرفة الماركسية. هذا الصمت الفلسفي الواضح عند ماركس والنسبي عند إنجلز لم يعني سوى صعوبة تعليل شيء تحت اسم الفلسفة الماركسية. ثم لدينا إهام آخر وهو الديالكتيك وقوانينه. ماذا هو هذا الديالكتيك؟ يقال لنا أنه منهج النظرية المادية أو المنهج العقلاني الذي تم استخراجه من قشرته المثالية، الذي يطبق في إطار نظرية مادية. لكن ألسنا ننتج شكلا آخر من ممارسة فلسفية برجوازية؟ من حيث المنهج هنا يلعب دور الحقيقة، الحقيقة التي تسبق الحقائق نفسها، بذلك تمثل النظرية المادية المادة نفسها، بينما المنهج الديالكتيكي يمثل مبدأ حركة المادة، أو بالأحرى قوانين حركة المادة. ثم لدينا تلك القوانين، اتفق إنجلز ولينين على أنها 3 قوانين، بينما عرض ستالين ذلك وزادها قانونا واحدا، بذلك أصبحت 4. فقط ليأتي ماوتسي تونغ ليعرض ذلك كله ليكون للديالكتيك قانون واحد وحسب. هنا لا يكون المنهج بمعنى تطبيق النظرية على معرفة موضوعية انتجها العالم فعلا، بل كشيء سابق على المعرفة الموضوعية نفسها، كشيء يطبق على كل شيء بمثل الدرجة، كحقيقة الحقائق نفسها، كشيء متجاوز للحقائق والظروف التاريخية نفسها. بهذا المعنى يصبح المنهج الديالكتيكي خاصية المادة، وبذلك يمكن تطبيقه على كل شيء. فقط علينا أن نقتفي أثر هذه الهيمنة في كتاب رأس المال لنجد أن القسم الأول كله كرس بالطريقة الهيجلية. رأى ماركس على غرار هيجل أن كل بداية يجب أن تكون من الأبسط والأكثر تجريدا، مثلما بدأ هيجل في علم المنطق بالوجود والصيرورة والعدم إلى الفكرة الشاملة، ومثلما بدأ في فينومينولوجيا الروح من أكثر المعارف بداهة وأكثرها بساطة، رأى ماركس أن سيرورة العلم لابد أن تبدأ بمثل الطريقة. من السلعة والتناقض ما بين القيم يبدأ ماركس، ومن ثم يذهب نحو عرض رياضي للقيمة الزائدة المجردة من ظروف الملموسة وهي الاستغلال لاستخراجها. وحدها الفصول الأخيرة من رأس المال التي تقف خارج هذا العرض ككل تبين الظروف الموضوعية للاستغلال،
والمجردة من هيمنة المنهج. عبر القسم الأول ماركس يخضع للهيجلية، بذلك يضع للمنهج أولية على الظروف الموضوعية والملموسة للاستقلال والتراكم. هنا بوضوح يمكننا أن نرى كيف تلعب الهيجلية كعائق معرفي، لكننا أيضا نتحدث عن أمر آخر. الآن نتحدث عن شيء شبه وحشي. تحدث أرسطو قديما عن الوحوش كخطأ السيرورة الحتمية، كنتيجة خاطئة عن الحركة الغائية. شيء شبه وحشي إذن بمعنى أنه خطأ عرضي، خطأ لم يكن مقصودا لكنه أدى إلى كوارث لا حصر لها، وله اسم: المادية الديالكتيكية. المادية الديالكتيكية هي ذروة التدخل البرجوازي الفلسفي في الماركسية، بذلك إنها المادية الديالكتيكية خرافة، قوانينها الوحشية خرافة أيضا. هذا التصادف التاريخي ما بين المادة والديالكتيك أدى إلى نتيجة استبدلت فيه المظهر المثالي للروح الشاملة بالمادة، وبذلك قوانين حركتها التي يمكن إخضاع كل شيء تحت قبضتها. تجلت هذه الخرافة في جميع أنواع الاضطهاد الفلسفي والانتهازية السياسية والتحريفات، كما أنها تجلت في جميع أنواع الرجعية الفلسفية والسياسية عبر تعزيز الغائية والتطورية والإرادية إلى آخره. ماركس لم يتحدث أبداً عن المادية الديالكتيكية ولم يكتب عنها أبداً، إنجلز هو من نظرها. حالما ندرك هذه الحقيقة مع حقيقة الصمت الفلسفي الطويل، ندرك أن لا يمكن للماركسية أن تكون فلسفة، لأنها في حقيقتها المعرفية اكتشافاً علمياً ذا موضوع محدد ومعين، وهو علم تاريخ أنماط الإنتاج، تكوينها وتبنيونها وانتقالها. لكن هذا لا يعني أن الماركسية رغم كونها علماً أدت إلى اكتشاف فلسفة جديدة، بل أدت إلى اكتشاف ممارسة جديدة للفلسفة، إلى موقع ماركسي في الفلسفة كما يقول ألتوسير. بذلك الموقع الماركسي في الفلسفة لا يتحدث عن قوانين، بل أطروحات. أطروحات لا تشكل حقيقة الحقائق، بل تذيل الإنتاج الموضوعي المعرفي وتبني نفسها وفقا للممارسة العلمية لا عليها. الاعتقاد الشائع هو أن وحدها الهيجلية تشكل عائقا معرفيا للماركسية، لكن المادية الديالكتيكية هي الشكل الآخر لهذا العائق، الشكل الآخر من المثالية والغائية التي تمنع على الممارسة العلمية للماركسية أن تكون علمية وثورية. الآن من الواضح أن هناك ما تفتقره الماركسية، أي تفتقر تنظيره. ماركس مسك ميكانيزمات الرأسمالية في إنتاجها المعرفي كموضوعه العلمي، ليس ميكانيزمات بنية اجتماعية رأسمالية معينة، بل الشكل التجريدي المحض لنمط الإنتاج، فإنه بذلك يتحدث عن الواقع المنجز للرأسمالية. في الفصول الأخيرة للرأس المال يتحدث ماركس عن التراكم البدائي للرأسمالية، أي ما قبل تاريخها أو صيرورتها، بأسلوب مادي بامتياز. لكن هذا لا يكفي لتعويض ما تنقصه الماركسية، وهو نظرية الانتقال الثوري. طبعا من الناحية الديالكتيكية الغائية للهيجلية والمادية الديالكتيكية، نفهم الانتقال من نمط إنتاجي إلى آخر عبر المفاهيم التالية: التناقض ونفي النفي وأولية السلب على الإيجاب. عبر هذه المفاهيم لا يترك ماركس في لحظاته المثالية أي مجال لنظرية الانتقال. الوجود الاجتماعي نفسه قائم على صراع ما بين طرفين في حالة تناقض، بذلك الصفة النفية هي متأصلة في الطرف السلبي من معادلة التناقض هذا، والتي ستؤدي إلى تقدم التاريخ عبر النفي نحو شكل أرفع الذي كان يشكل غاية هذا الصراع، أي حله النهائي. هنا الانتقال يصبح غائيا وقصديا ومثاليا، لكن الماركسية بحاجة إلى نظرية انتقال مادية وثورية غير غائية، أي تعزز مفهوم التاريخ التصادفي المفتوح على احتمالات مختلفة، التاريخ الذي لا يمثل سوى حالات مفردية خاصة تقع علينا على شكل حقائق معطاة. قد نجد نواة هذا المفهوم عند التراكم البدائي لماركس الذي وجد إلهامه من مؤلف إنجلز الرائع أوضاع الطبقة العاملة في إنجلترا،
لكننا لا نجد تنظيرا له. لكن أعطى التوسير الضمان الفلسفي لإمكانية تنظير نظرية انتقال كتلك، ولها اسم، المادية التصادفية. فإن الموقع الماركسي في الفلسفة لم يأتي من العدم، إنه أيضا عند ماركس في ممارسته الفلسفية الكامنة يتشكل في نطاق معين لتفكيره المادي. إذا كان التوسير قد وجد ذلك التشابه المادي ما بين ماركس وسبينوزا وهيجل في الحدود التي يمثل فيها النزعة المادية وماكيافيلي في بداية رحلته الفلسفية، فإنه وجد هذا التشابه أو عودة المكبوت في تقليد مادي سري يكون ماكيافيلي عموده الفقري. حاول التاريخ الفلسفي كله قمعه وتحريفه. الفلسفة الذرية الأبيقورية، أبيقور لوكريتيوس وماكيافيلي وسبينوزا وهوبز وروسو وماركس ونيتشه وهايدغر ودولوز ودريدا وغيرهم، أو باختصار ما يسميه لينين على نهج ديموكريتوس. إذا كان لهذا التيار السري وجودا، فإن هذا يعني أن أفكاره العامة أو أطروحاته التي طرحها عبر كل هذه القرون إلى يومنا هذا تجري في عروق الفلسفة المادية الحقيقية، حيث المادية المعروفة هي مجرد شكل مثالي آخر مهما اختلفت معاركهم ومقولاتهم وجبهاتهم. وإذا ماركس وبذلك الماركسية إلى حد ما جزءا من هذا التقليد الكلي، فإنه الوحيد الذي اكتشف علما يمكنه أن يعطي لهذا التيار السري معنى لوجوده المتعدد. لهذا لن تجمع أطروحات هذا التيار السري لتكون فلسفة ماركسية جديدة، بل لتساعد الماركسية أن تحتفظ بعلميتها وثوريتها، أي فلسفة من أجل الماركسية المادية التصادفية. ما يمثله التيار السري كله بالنسبة إلى التوسير بالرغم من اختلاف فلسفته هو شيء واحد وحسب، نظرية التصادف أو نظرية الحدث، نظرية فلسفية تفسر التشكل أو التكون التصادفي للأشياء، نظرية فلسفية تقر بأولية الصدفة على التصادف نفسه، أي أن التصادف هو أثرا للصدفة، أو قل الصدفة هي شرط بوصفها فراغا للتصادف. الآن نستطيع أن نصل إلى الوجهة المطلوبة. ما هي الأطروحات التي يتشاركها الفلاسفة الهامشيين في التيار السري لمادية الصدفة؟ الأطروحات التي تؤسس شيئا يتشاركون فيه جميعا، شيئا يمكننا أن نشير بإصبعه نحو ونسميه المادية التصادفية. الأطروحة الأولى وهي أطروحة لدولوز، أولية الإيجاب على السلب. الأطروحة الثانية، أولية الصدفة على الضرورة. الثالثة، أولية الفوضى على النظام. الرابعة، أولية الانتشار أي لا معنى على المعنى، دريدا. الأطروحة الخامسة، أولية العدم، الفراغ والصدفة، بذلك المادية التصادفية على كل شكل وبذلك شكلية. الأطروحة السادسة، أولية الانحراف على الخط المستقيم. السابعة، أولية التصادف على الاقتران. الثامنة، أولية العناصر على البنية. التاسعة، أولية الغياب على الحضور. العاشرة، أولية الممارسة على النظرية. الحادية عشر، الأولية المطلقة للمادي فوق كل شيء آخر من ضمنه التصادف كذلك إلى ما لا نهاية. لا يمكننا الآن أن ندخل في تفاصيل هذه الأطروحات، لكننا نستطيع أن نستشعر بهذا الضمان الفلسفي الذي يمكنه أن يمهد لنظرية انتقال تخلو من الغائية. تبقى المشكلة الأساسية للانتقال برأيي هو كما يعلل ألان باديو في مكان ما، مكان النفي أو دورة. تفتح لنا المادية التصادفية المجال لأن نحدد كل ملامح نظرية الحدث أو نظرية التصادف كما أراها على الأقل. أود الآن بلورة ما سميته بنظرية الحدث في ثلاثة مواضع مختلفة جميعها تخص مكان الإقرار والنفي والسلب. الموضع الأول هو الفلسفة الأبيقورية. أكثر المقولات بدائية للتصادف نجدها عند الفلسفة الإغريقية القديمة وبالأدق في الفلسفة الأبيقورية وهي الكلينامين
لكن لا يمكننا أن نفكر بالكلينامين من دون الفراغ والذرات التي تتساقط بشكل حر فيه. في هذا التساقط الحر يحدث في مكان مجهول في وقت مجهول شيئا ما، انحراف صدفوي لا متناهي الصغر، تقريبا لا شيء، يسميه لوكريتيوس الكلينامين الذي يعني الانحراف. هذا الكلينامين يسبب تصادم ذرتين وبذلك اقترانهما، شرط أن يدوم الاقتران وقد لا يدوم. ذرتان تكفيان لتتجمعا وتشكلا عالما ما، حقيقة ما. نظرية الكلينامين بهذا المعنى هي نظرية التصادم، بذلك نظرية الحدث. إذا أردنا التحدث بشروط الفلسفة الأبيقورية سيكون علينا إذن أن نقول بأن الكلينامين بما أنه يعبر عن التصادف بحد ذاته يفتح احتمالية جديدة لانزياح موضعه نحو خلق جديد، أي نحو فعل خلاق. يمكننا أن نقسم ذلك على نحو 4 أطروحات. الأطروحة الأولى، هناك حالة إيجابية محضة وثابتة، الذرات التي تتساقط في الفراغ تخلو من أي تناقض ونفي، تنفيها بشكل إيجابي وإقراري. الأطروحة الثانية، هذه الحالة الإيجابية هي افتراضية وشبحية، وهذا هو شرط الصدفة، بما أن أبيقور ينتصر لمبدأ السببية في وجه القدرية، أي بالضبط معارضة لكن لا ليس نفيها كلي معارضة لكن ليس نفيها كليا الأطروحة الأولى التي تقر بالحالة الإقرارية الثابتة أبديا. الأطروحة الثالثة التي تشكل نوعا ما تركيب بالمعنى الاختزالي للهيجلية لهاتين الأطروحتين، يحدث التصادف ما بين الذرتين كلينامين، وبفعل الميل أو العشق أو الكوناتوس تحافظ الذرتان على هذا اللقاء أو التصادف، وعلى هذا التصادف أن يدوم عبر الاقتران، أي عليه أن يحل عقدته أو أن يحل الربكة الفوضى التي سببها عبر تغيير موقعه نحو خلق شيء جديد، شيء أرفع. الأطروحة الرابعة ستكون فعل تحقق هذا التصادف اعتمادا على مدى قوة القوة أو الميل أو العشق الذي يحافظ على هذا اللقاء نحو جديد ما، أي في انزياح موقعه الفوضوي نحو موقع جديد. هذا الجديد بدوره العالم، عالمنا، يظهر كحقيقة أنجزت فعلا في كليتها الجديدة لكنها تبقى ناقصة وغير مكتملة أبدا، إنها ملاحقة دوما بعدم تحققها الذي يخفي تحتها بل من وراء ظهرها قد ينقض عليها في أي لحظة. لا يمكن فهم كل هذه الأطروحات إلا بشكل ارتجاعي، أي بالضبط حين يضع الحدث ظروف وجوده كحدث عبر الإقرار. هنا نتحدث بمنطق نفي 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 لا نفي نفي. هنا نجد بنية لديالكتيك مادي تصادفي. الموضوع الثاني، سبينوزا والتناقضات الديالكتيكية لا معقولة. على العكس من الاعتقاد الشائع، النفي عند هيجل هو نفي واحد وليس نفيا متمرحلا. وإن شئنا ننظر إلى الحركة النفيية في الديالكتيك الهيجلي فإنها لا تشكل المبدأ المطلق بقدر ما هي الوسيلة نحو نتيجة إقرارية. الحركة النفية التي تولد وجودا إيجابيا إقراريا. التناقض هنا يصبح إذن مجرد حالة مشوشة أو غير مستقرة بالنسبة لهيجل، تحمل في مبدأها غاية حلها أو توافقها أو تجاوزها. بهذا المعنى لا يمكننا أن نقول أن الديالكتيك الهيجلي هو قائم على التناقض والتناقض وحده، بل على اللا تناقض والتماثل، حيث أن التناقض هنا ليس إلا حالة أو ظرف حل نفسه بنفسه، أي التركيب النهائي للتناقضات. بينما التناقض عن سبينوزا يخلو من أي ضمان لحل متأصل فيه، أي التناقض هو كوني وأبدي، لا يحمل في أحشائه مبدأ متأصل لوجوده بذلك حله وتماثله. إذا كان الجوهر السبينوزي هو متماثل في ذاته بشكل أبدي في حالة من إيجاب إقراري، فإن هذا يعني أن السلب أو النفي هو أمر خارجي لا داخلي، بما أنه كجوهر مفعل ذاته بذاته ولا يختزن في ذاته، أي مبدأ عدمه. نستذكر هنا نقد سلافوي جيجك بوصفه التلميذ النجيب لهيجل لمفهوم موتسي تونغ للتناقض في تقديمه لكراس في التناقض.
ما ينقصه ماو وفقا لجيجك هو بالضبط ما ينقصه سبينوزا بالنسبة إلى هيجل، التناقض الذي يؤدي إلى نتيجة إيجابية. من الواضح أن التناقض هنا يصبح مجرد معبر لهذه النتيجة، بينما بالنسبة إلى ماو التناقضات هي أبدية في وحدة إقرار نفي، حيث كل شيء يتطور بخطى متعرجة لا بحركة حلزونية. لن تكون هناك لحظة نظامية إيجابية أبداً، ولا حتى الشيوعية نفسها. انشطار الواحد إلى اثنين، هكذا كان الشعار اليساري الثوري الماوي إبان الثورة الثقافية الذي وقف في وجه شعار اليميني لمنظر الحزب الشيوعي الصيني يانغ تيانجين. يانغ تيانجين، اندماج الاثنين كواحد. التناقض الماوي لا يعبر سوى عن الاختلاف، إن للاختلاف أولية لا للتماثل. التناقضات المتعددة واللانهائية يعبر عن هذا الاختلاف، إنها هذه التناقضات داخلة في وحدة، دون أن يعني ذلك أن الاثنين يندمجان إلى واحد، بل أن وحدتها هي لا شيء سوى العلاقة الاختلافية أو اللامتساوية ما بين الطرفين. يتحدث ماو عن منطق الابتلاع، التركيب لا يمكن أن يكون أبدا تركيبا ما بين طرفين متساويين، بل لابد أن تكون كل الأطراف فيه تتداخل في علاقة الابتلاع. لا أعتقد أنني أتفق مع ألم باديو حين يجابه التناقض الماوي الذي يعبر عن الاختلاف الابتدائي أو الابتداء بالاثنين بالمفهوم الواحد لسبينوزي، الذي يشكل بالنسبة إلى باديو إعادة إنتاج ميتافيزيقيا الواحد والمتعدد. فبالنسبة لي الجوهر السبينوزي الواحد هو صفاته المتعددة اللامتناهية. الواحد السبينوزي هو المتعدد، الواحد هو المختلف. الموضوع الثالث، ماركس ونظرية التصادم. لم يكن ماركس أول المتحدثين عما يسمى بالتراكم البدائي أو التراكم الأولي. آدم سميث هو أول من تحدث عنه، لكن الجميع يعلم أن التراكم البدائي الذي تحدث عنه ماركس يختلف اختلافا كليا عما تحدث عنه سميث. ورغم أنه احتفظ بالمصطلح إلا أنه أعطاه مضمونا مختلفا كليا. تحدث ماركس في الواقع عن اقتران، وهي ترجمة لكلمة فيربندون، عن اقتران عناصر منفلتة، عناصر تشكل في اقتران معين نمطا انتاجيا جديدا. لا مجال هنا إذن للحديث عن تكون بنية في بنية أخرى، إلا إذا افترضنا أن البنية الأولى متجذرة في الأخرى تنتظر الوقت المناسب لتتشكل كبذرة. يضع ماركس حدا فاصلا هنا في وجه الغائية والديالكتيك الغائي. لم تتشكل الماركسية في هذا الفصل وفقا لغاية متأصلة كبنية متأصلة في الإقطاع، ولم يتطور هذا الشكل وفقا لخط استمراري هادئ، بل وفقا لانقطاع أو انقطاعات ثورية دموية عنيفة متأصلة في تحولات جذرية في الريف والصراعات الطبقية المريرة ما بين الملاك والعمال المجردين من وسائل إنتاجهم وأراضيهم. تشكلت الرأسمالية بسبب تصادف واقتران عناصرها، لا لأنها موجودة كبنية ولا لأن هناك نفي متأصل فيه. ما هي هذه العناصر؟ العنصر الأول، العامل الحر، تاريخ فصل العامل المنتج عن ملكية وسائل الإنتاج، العملية التاريخية التي يتحول فيها العامل المنتج إلى عامل مأجور، التي يصبح فيها العامل المنتج حرا بعد أن تم تجريده بشكل تعسفي وقهري من وسائل إنتاجه، العملية التاريخية التي سطرت أحداثها بكلمات من النار والدم كما يقول ماركس. العنصر الثاني، رأس المال، تاريخ رأس المال الربوي ورأس المال التجاري، العملية التاريخية التي فيها يتشكل رأس المال كرأس مال نقدي. هنا يتحدث ماركس بمنطق تصادفي يسترجع إعجابه بالإبيقورية. كان على هذين العنصرين أن يلتقيا أو يتصادفا وجها لوجه، وينتج عن هذا التصادف مسكة تجعلهما يقترنان. لكن على هذا التصادف الذي يسبب هذا الاقتران أن يدوم، أو أن بكلمات ماركس يعيد إنتاج نفسه باستمرار. فإن وجود العمال
فإن وجود العمال الأحرار المجردين من أراضيهم ووسائل إنتاجهم لا ينتج لنا رأس مالا، وفي مثل الوقت وجود رأس المال لا يفترض وجود العمال المأجورين. يستقل هذين العنصرين عن بعضهما البعض في ذواتهما وفي تاريخهما، واقترانهما لا يعني سوى أن هذين العنصرين المنفصلين عن بعضهما البعض تصادفا في ظرف تاريخي تصادفي معين، أو بمعنى آخر لم يختزنا أي مبدأ متأصل للتصادف. التصادف هنا هو نتيجة للصدفة. بعد دخول هذين العنصرين في اقتران يتغير معناهما كليا، بما أنهما يشكلان حقيقة منجزة جديدة. نجد في هذه المواضع الثلاثة المقومات الأساسية، لكنها ليست الوحيدة، التي يمكنها أن تكون بديلا للنظرة الغائية للمادية الديالكتيكية، أي نواتها موجودة في الماركسية فعلا. لكن علينا أن ننهي الكلمة عند هذا الحد مع حكاية طريفة قصها فيلهم ليبنكنخت عن ماركس حين كان متعلقا بالحتمية الاقتصادية. الحكاية تبدأ هكذا: في جلسة خاصة كان ماركس متحمسا جدا لاستعراض نموذج القاطرة الكهربائية الجديد في ريجنت ستريت. أخذه الحماس أكثر فأكثر، فأخذ يقول: الآن حلت المشكلة، النتائج أصبحت معروفة تماما، في نهضة الثورة الاقتصادية لابد أن تنهض الثورة السياسية كذلك، حيث الأخيرة هي ليست سوى تعبير عن الأولى. هذا كان في يوليو 1850. يقول ليبنكنخت: الآن نحن في 1896، أي بعد 45 سنة منذ ذاك اليوم، ولا يوجد هناك قطار واحد يعمل على آلة كهربائية. كل من يتنبأ بالثورات دائما يفشل في تحديد زمنها. وشكرا لكم.